نصوره مسلسل إلى ضاق الحال، اللي هو من إنتاج إيماج فاكتوري ومن إخراج مراد الخودي. الدور ديالي هو الدور ديال فطومة، بنت اللي عايشة مع البنات في الدار، واحد البنت اللي مهم ما بغيتش نحرق بزاف ديال المراحل، بنت اللي ما زيش عليها المشاكل، حنينة، دونك فوالا. الوغ هادي تاني مرة كنشتغل مع المخرج الكبير مراد الخودي. سبق واشتغلت معاه في بيا ولا بيك. صراحة مخرج متألق بزاف، ناجح بزاف، يعني كيقربنا منه، كيحاول يقربنا من الشخصية أكثر، يعني مرتاحين بزاف في التمثيل ديالنا. بالنسبة الاشتغال ديالي مع اشتغلت مع ممثلين جداد في هذا العمل، اللي كنتشرف بالاشتغال معهم، بحال الممثله القديره زهيره صديق، داداس، عزيز حطاب، ماريا نجيم، بزاف ديال الممثلين اول مره غادي نشتغل معهم. ودنيا بوتازوت هذا ثاني اشتغال ليا معها، طبعا كما شفتوا كنت اشتغلت معها في الكنينات اللي باقي يلا غادي يدار ان شاء الله، وهذا ثاني عمل معها. ان شاء الله علاش لا الى 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 كتاب، علاش لا ما تشوفونيش في السينما. صراحة أي دور تعطاني كنقدر نجسده، يعني أي دور ما عنديش مشكل في هذه الناحية. ألوغ كنصحهم أنهم يثيقوا في القدرات ديالهم ويزعموا حتى شي حاجة ما صعيبة، إلا كانت عندنا الإرادة وخدمنا على راسنا حتى شي حاجة ما صعيبة. شنو تغير فيه والو، بقى انا الصراحه عادي، يعني كاي بنت كنهتم براسي، الماكياج، سكين كير، وداك الشيء فوالا، عادي يعني بحال اي بنت مغربيه. الوغ انا شديت تقاري صراحه، بغيت نعيش بوحدي، ما بقاوش عندي اصدقاء صراحه، يعني قليل معارف، لكن صديق حاليا ما عنديش. ما عنديش مع النفاق، وكيف ما كنقولوا حنايا في المغربيه، ما عنديش مع الحس الكابا، دونك فوالا. الا كنحس براسي ما يعني غير مرحب بيا فشي بلاصه، راه صافي، وخديت تقاري، ما كنبغيش المشاكل، يعني صافي مشيت في واحد الطريق، يعني كيهمني غير راسي والنجاحات ديالي وشنو ندير في حياتي. الوغ افون كنت كنتاثر، مي دابا صراحه الا كان انتقاد زعما باش نبدل شي حاجه اوكي كنعتبره عادي، الا كان انتقاد فيه يعني الشتم ولا السب كنمسح هذاك التعليق. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.